صادفت ليلة الجمعة أمس مع فجر اليوم السبت ذكرى الإسراء والمعراج. تعالوا نسأل الناس ماذا يعرفوا عن حادثة الإسراء والمعراج والتي تعد حادثة مفصلية في مسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف. تعرف الفرق بين الإسراء والمعراج؟ الفرق اللغوي. هلا الإسراء أنا بعرف إنه لما أسري من الرسول من مكة إلى بيت المقدس، أما المعراج لمعرج الرسول من بيت المقدس للسماوات العلى. قول ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالمسجد الحرام يعني مكة، في مكة قبل الهجرة طبعا، هذا فأسري فيه من مكة إلى المسجد الأقصى. نعم، حسب الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء بالليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المعراج سبحان الله تعالى أعرجه إلى السماء العليا. عرج يعني صعد للسماء، ما معناها؟ إسراء هو رب العالمين دعا سيدنا محمد لعنده لزيارته، ف حسب الآية الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هناك صعد إلى السماء السابعة، والقصة معروفة أنه الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج هو الطلوع إلى السماء السابعة. إيش الفريضة المهمة اللي فرضها الله عز وجل على المسلمين من خلال الرسول؟ قال له فرض علينا فريضة مهمة، بتعرف شو هي؟ هي الصلوات الخمس. الفريضة المهمة اللي هي الصلاة، اللي هي عمود الدين، فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء العلى، في السماوات العلى، وكانت هي 50 صلاة. ولكن موسى كلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا يقدرون عليها. فربنا الرسول صلى الله عليه وسلم نزل، يعني ضل يراجع ربنا إلى أن نزلوا 5 صلوات، ولكن بأجر 50 صلاة. الله أعلم. الصلاة العبادة والدعاء لله سبحانه وتعالى، والصلاة طبعا هي كانت الصلوات الخمسة فرضت من السماء السابعة. الصلاة كم صلاة كانوا وكم صاروا؟ مش متأكدة من الرقم، يمكن 25 50 هيك إشي، يعني رقم كبير ونزلت لخمسة. بعدين هم كانوا 50 I think، وبعدين كان كثير شاق على المسلمين انهم يصلوا 50 صلاة بنفس اليوم، فالرسول طلب من الله عز وجل انه هو يخففهم لحد ما وصلوا 5 صلوات. الله سبحانه وتعالى كان فرض الصلاة 50 صلاة، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صار يعني خفف علينا لحد ما صارت 5 صلوات باليوم. ما اسم الدابة التي سخرها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة؟ البراق. 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 الإسراء كان من وين لوين؟ ما هي المحطات؟ محطات يا ستي العزيزة، اللهم صل على المصطفى الهادي، طلع من مكة وعدى على أرض الشام والقاهرة وبيت المقدس، والمعراج اللي هو يعني سدر المنتهى. سدر المنتهى. يا رب الأمة الإسلامية ترجع إلى ما علمنا له الرسول عليه الصلاة والسلام من الأركان الإسلام والإيمان وتطبيق شريعة وسنة الرسول الله عليه الصلاة والسلام في الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني طبعا القدوة، وهو الهادي والمعلم، وهو صاحب الرسالة الخالدة إلى يوم الدين، وهو يعني يفترض أنه كل المسلمين في شتى يعني بقاع الأرض يلتزموا في تعاليمه ويلتزموا في فيما أمر فيه.